بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي على محمد وآل محمد. يسرك يوم العيد أن ترى أطفالك الصغار فرحين مسرورين بهدايا يوم العيد، ويسر قلبك ويقر عينك أن ترى أطفالك وأطفال جيرانك وأطفال أقربائك مسرورين محبورين في يوم العيد. وإدخال السرور على الأطفال أمر مستحب في كل يوم فضلا عن يوم العيد، ولكن لا تنسى أن هناك أطفالا لا يصل إليهم شيء، هناك أطفال يعيشون اليتم ويعيشون الفقر ويعيشون المأساة، يعيشون الحزن ويعيشون الكمد. إذن فليكن أحبتي يوم العيد منبها على أوضاعنا كمسلمين ومؤمنين، وكما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: ليس منا من لم يهتم بأمور المسلمين، وليس منا من بات شبعانا وجاره جائع. أطفال المؤمنين أحبتي في هذا اليوم وفي أماكن كثيرة يعيشون مأساة اليتم والفقر والحزن والكمد، فليكن يوم العيد يوما منبها ومذكرا لنا على أن هذه الفرحة التي دخلت أو التي أدخلتها على قلوب أطفالك حرم منها الكثير من الأطفال. وهذا المنبه والمذكر يقودنا إلى بذل العون، ويقودنا إلى بذل التراحم والتعاطف مع أوضاع المؤمنين وأطفال المؤمنين في كل مكان.